السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم زينين. هاليوم راح نسوي عصير الفاكهة باللبن. عندي هنا الفراولة، وعندي هنا الخوخ واللبن، خلطتهم مع بعض بالخلاط. تقدرون تبدلون الفاكهة بأي فاكهة موجودة عندكم، مو إلا شرط الفراولة والخوخ. أي فاكهة تخطر على بالكم تقدرون تسووها عصير ويا اللبن. فهو هذا العصير اليوم اللي حضرته اليوم، أتمنى يعجبكم. وتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. المواد اللي راح احتاجها اليوم العصير اللبن بالفاكهة، عندي هنا خوخ نقعته بمي ساخن، خليته شوية بمي ساخن، بعدين رفعته ورفعت الجلد من عنده بالضبط مثل ما ترفع، يعني تسوون طريقة رفع الجلد من الطماطة بنفس الطريقة، وقطعته وخليته. عندي هنا فراولة طلعتها من الفريزر لأنه راح أسوي شكلين، طعم بالفراولة وطعم بالخوخ. وعندي لبن، وعندي شكر، وعندي خلاط. أخذ أول شيء الخوخ، أخليه كله عندي هنا بالخلاط. الشكر يعني حسب انتو تريدون، اذا تريدون انا راح اخليه ملعقة واحدة، اذا انتو تريدون اكثر او اقل يعني يرجع لكم. بعدين راح اخلي لبن، راح اخلي تقريبا يعني هذا 250 غرام من اللبن، خلي كله. وهسه راح ابدي بعدين راح اخليه بالخلاط. هسه عندي راح احضر الفراولة، اخلي الفراولة كلها اللي عندي، طبعا هذه طلعتها من الفريزر، الفراولة جامدة طلعتها من الفريزر. اخلي شكر لانه الفراولة شوية يعني تنطي حموضة، راح اخلي ملعقة ونص شكر، اذا انتو تريدون اكثر او اقل يرجع لكم. بعدين راح اخلي لبن، هاي ملعقتين كبار لبن، هاي الثالثة، وأضيف مي تقريبا كوب مي، كوب مي هنا عصير الثاني. هسه راح أخليهم بالمكنة وأرجع لكم. هكذا انتهيت من خفق العصيرين. هسه وإذا تشوفوا مثلا يعني سخين تقدرون تضيفوا له مي بعد. عندي هنا الأقداح جاهزة بها ثلج كذا، هذا اللي بالخوخ وهذا اللي بالفراولة. طبعا عصير منعش جدا ولذيذ، ينفع للسحور، ينفع للفطور، طيبة ولذيذة هاي العصاير حبايبي. هي هاي وصفتي لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم وتجربوها. وألف عافية، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.